أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم وأنا راوية القاسم وهذه العربية 360 الخبر من كل زوايا ومن جميع جوانبه. الغرب يعد كييف بالمساعدة ويتوعد موسكو بدفع تكاليف إعادة الإعمار، وبوتين يبشر بنشر الشيطان البالستي. سيف الوقت وسوء الطقس ينذران بمصير مشؤوم لرواد تايتانا، وخبير سابق في الشركة شكك في كفاءة الغواصة فطرد. واشنطن تستضيف رئيس وزراء الهند لجذبها أكثر ناحية الغرب، لكن عقبتين تقفان في الطريق، نفط روسيا وسلاحها. وتتابعونا معنا الليلة أيضا. بعد تقارير توسع داعش وعودة نشاط القاعدة في أفغانستان، اتهام أممي لطالبان بعدم الرغبة في كبح الإرهاب. البداية من مشهدين متناقضين. في جنيف يشكو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مما قال إنه نقص مزمن في تمويل المساعدات الإنسانية عالمياً، واستجابة لم تلبي سوى 20% فقط من المطلوب. المشهد الآخر في لندن، حيث تسابقت الدول الغربية في الوعود بمساعدات اقتصادية وعسكرية غير مسبوقة أيضاً لأوكرانيا، مع وعد جانبي لم تتضح طريقة تنفيذه حتى الآن، بأن تدفع روسيا ثمن حربها. أعلن من هنا أن الولايات المتحدة ستخصص لأوكرانيا مساعدات بقيمة 1,300,000,000 دولار، ونستثمر نحو 520,000,000 دولار لاستعادة قطاع الطاقة و657 مليون دولار لتحديث السكك الحديدية والمطارات والبنى التحتية الأخرى التي تربط أوكرانيا بأوروبا. وفي نهاية المطاف ستدفع روسيا تكلفة باهظة للدمار الذي أحدثته في أوكرانيا. من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لديه مسؤوليات خاصة تجاه كييف وأنها ستصبح جزءا منه. And I have no doubt that Ukraine will be part of our union. ليس لدي شك في أن أوكرانيا ستكون جزءا من اتحادنا، لكنني شددت على أنه لا يزال يتعين عليها تلبية الشروط قبل أن تتمكن من بدء محادثات الانضمام، بما في ذلك القضاء على الفساد وإصلاح القضاء. مثل هذه الإصلاحات سترسل رسالة قوية للمستثمرين بأنهم سيحصلون على الشفافية والإنصاف والمؤسسات العاملة التي يحتاجون إليها للاستثمار في أوكرانيا. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أكد هو الآخر توفير قروض لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعد تدمير محطات الطاقة لديها. السؤال المطروح علينا اليوم هو ماذا يمكننا أن نفعل حتى نتمكن من تحقيق التعافي للاقتصاد الأوكراني؟ أوكرانيا تمر بتحديات معقدة بعد تدمير روسيا محطات الطاقة، ولذلك سنوفر قروضاً لها بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات المقبلة، كما أن أكثر من 400 شركة من 38 دولة ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا. روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار الذي تسببت فيه بأوكرانيا، والعقوبات ستبقى سارية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو السيد ألكسندر زاسيبكين، دبلوماسي روسي سابق، ومن لندن الدكتور مصطفى البازركان. أهلا بكما معنا الليلة. أبدأ معك دكتور مصطفى، يعني غوتيريش يشكو من نقص بتمويل المساعدات على المستوى العالمي، ولكن عندما يعني الموضوع أوكرانيا كل الخزائن الأوروبية والغربية تفتح لدعمها، كيف يمكن تفسير هذه الازدواجية بالمعايير الغربية عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا؟ ملاحظة جديرة بالاهتمام، وحقيقية وواقعية. هذا يجعل أنه هناك وجهة نظر تجاه القضية في أوكرانيا، سواء الحرب وحتى اللاجئين. يعني هناك 8 مليون لاجئ
أوكراني في دول الاتحاد الأوروبي وفي بريطانيا يعتبرون لاجئين من الدرجة الأولى مقارنة باللاجئين الآخرين الذين يتم ترحيلهم وعدم تهيئة الظروف المعيشية المناسبة لهم. هذا يأخذنا إلى أنه حتى المشكلات الاقتصادية التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي تنسى من أجل أوكرانيا. ولذلك هناك اليوم تقرير أنه ما تحتاجه أوكرانيا هو نصف تريليون دولار. صحيح هناك مساعدات، هناك يعني 50 مليار يورو خلال الأربع سنوات القادمة، هناك جزء منها منح وجزء منها قروض، ولكن هذه جميعها حينما توضع في بودقة لن تكون هي كافية. ولذلك المؤتمر يأخذنا إلى، وهناك تصريحات إن سمحتي لدقيقة واحدة، وهي أنه اليوم هناك أكثر من 360 مليار دولار تم وضع اليد عليها بصورة، بعض المؤسسات تقول بصورة غير قانونية ولا يمكن وضع اليد عليها. اليوم يتم البحث في تصرف بهذه المليارات، وكان هناك قبل ساعات لقاء أحد التلفزيونات البريطانية مع سفير الروسي في لندن، قال بالحرف الواحد إن هذا مخالف للقانون الدولي وهذه تعتبر سرقة، هذه كلماته. وأنا أعتقد أنه هو ليس بعيدا عن الواقع. تبقى معنا سعادة السفير، كيف تنظرون إلى موضوع إمكانية إلزام روسيا بتوفير جزء من الأموال المطلوبة لإعادة إعمار أوكرانيا، إن كان من الأموال المجمدة أو عبر طرق أخرى يبدو أنها غير واضحة بشكل كاف حتى الساعة؟ بطبيعة الحال نحن نعيش العقوبات المتراكمة متكررة. اليوم في هناك مجموعة العقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي، وهناك اختراعات عديدة حول الموضوع بما في ذلك سرقات الأموال الروسية. فالموقف روسيا معروف، روسيا ترفض جملة وتفصيلا هذا التصرف، يعتبر هذا التصرف غير شرعي. إذن غير شرعي، ولكن كيف يمكن أن تواجهوه؟ المجتمع الدولي يبدو أنه مصر على مساعدة أوكرانيا بالأموال وبالمساعدة العسكرية والسياسية وكل ما يلزم. لكل حديث حديث. طبعا إذا في هناك سرقة من مصارف الغربية، شو تقدر روسيا أن تعمل؟ طبعا لا شيء، أنه أموال كانت موجودة بالمصارف الغربية تحت التصرف الغربي، كان في حكي من زمان لدينا أنه يجب يكون الأموال الروسية في روسيا، لكن قصة معروفة أنه كانت هذه هي سياسة وطويلة الأمد الاستراتيجية، وتغييرات حدثت خلال سنوات لكن غير كافية. القصة عموما في عقبات دونها نحاول أن نستعرضها الآن. إذن تبقيان معنا لو تكرمتما. إذن مسألة إجبار روسيا على دفع تكاليف إعادة الإعمار مشكوك فيها وبشدة، فتقرير لبلومبرغ أشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وجدت عقبات أمام مصادرة أصول روسيا بقيمة 219 مليار دولار بسبب عدم وجود أساس قانوني يخولها فعل ذلك، حيث قدر الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكنه قانونا مصادرة الأصول المجمدة، وبدلا من ذلك يركز على استخدامها بصفة مؤقتة. وبالفعل يواصل الاتحاد الأوروبي استكشاف كيف يمكنه تسخير أصول البنك المركزي الروسي المجمدة وتوجيهها إلى أوكرانيا. ومن المتوقع أن يسعى التكتل للحصول على تفويض من زعماء الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن خلال قمتهم الأسبوع المقبل. من جديد أعود إليك دكتور مصطفى البزركان، يعني من الناحية القانونية إذن لا يمكن للاتحاد الأوروبي والغرب مصادرة الأصول الروسية المجمدة أو الاستفادة منها لإعادة إعمار أوكرانيا إلا في حالة واحدة بالقانون، إن اتهمت جنائيا، وهو الشيء الذي يسعون لتنفيذه، وكانت ذكرته أرسولا فون دير لاين أنه إذا كان هناك محكمة وتتهم روسيا جنائيا، كيف يمكن إيجاد مسوغات سياسية وقانونية لتحقيق ذلك؟ بصراحة منذ بداية الحرب والحد
هذا اليوم الذي يعقد فيه هذا المؤتمر الذي هو مؤتمر استرجاع أوكرانيا وإعادة إعمار أوكرانيا، الغرب خطأ خطوات لم تكن متوقعة، وفعلا هي بعض الخطوات إن لم يكن أغلبها هي مخالفة للقانون الدولي. ولكن نعود ونكرر أنه اليوم حضور هذا المؤتمر هو 60 دولة في العالم، أكثر من 194 دولة حضرت 60 فقط، بمعنى صحيح الدول الغربية الدول الكبرى تدعم هذا التوجه، ولكن لابد من تأشير أنه هذا يدفع باتجاهه. واليوم كان هناك تصريحات أنه هذه العقوبات على روسيا وهذا الموقف من روسيا هو موقف استراتيجي، ليس موقف مرحلي أو موقف قصير المدى، موقف استراتيجي. حينما يكون موقف استراتيجي بمعنى سيكون هناك نظام طاقة عالمي جديد، سيكون هناك نظام سياسي عالمي جديد، نظام جيوسياسي. ولا ننسى أنه أوكرانيا إن سمحت لي هي تعتبر جدارا أمام روسيا، أمام الاتحاد الأوروبي. هذه من جانب، من جانب آخر هي أكبر دولة في أوروبا من ناحية المساحة، ولديها أكبر مخزون للغاز، يعني هناك 50 مليار متر مكعب تحت الأرض الأوكرانية، إضافة إلى هناك أكثر من مئات المخازن أو يعني ما يتوفر فيه معادن ثمينة. هذه جميعها، وهي ثاني أكبر مصدر للحبوب، هذه جميعها تجعل أنه هناك استراتيجية بعيدة المدى يدفع ثمنها الغرب، وتدفع ثمنها دول الاتحاد الأوروبي ومقدمتها ألمانيا وفرنسا. ولكن سعادة السفير، إلى أي مدى تجد بأنه من المناسب أن يعني تجعل روسيا دول الغرب كلها تتخوف إلى هذا الحد، مع كل تحذير نووي روسي، مع كل تصعيد روسي فيما يتعلق بالثالوث النووي، واليوم جديده تحذير من نشر منظومة سارمات العابرة للقارات، ما رأيك؟ أول شيء أنه بالنسبة للسلاح النووي فروسيا ما لا تخوف بالموضوع. الحكي دائما بتيجي من الجانب الغربي، هم يروجون موضوع النووي الروسي. هذا من ناحية تصريحات من مدفيديف واضحة، واليوم من بوتين، يعني من قيادات الروسية وليس من الغرب، بغض النظر عن التحذيرات الأخرى التي تقصدها من الغرب. اليوم طيب اليوم بوتين تحدث أمام خريجي الجامعات العسكرية، فأشار إلى نقطتين ثلاثة. أول شيء أن العسكر في روسيا الضباط هم نخبة المجتمع، وهذا الشيء جيد في ظروف الراهنة. الشيء الثاني هو أشار إلى الأسلحة، أنواع الأسلحة الجديدة متطورة موجودة في روسيا، وهذا الشيء جيد، أنه العالم يجب أن يعرف أن روسيا دولة عظمى قوية ولا يمكن انتصار عليها. يعني هذا تحذير معقول، أنه يجب يكون واضح أن الحرب النووية هذا تؤدي إلى تدمير البشرية. اليوم عم بيحاولوا تصوير كأنه بتصير انتصار على روسيا في الحرب، هذا مستحيل، فهذا يجب أن يعرف العالم. تمام. نعم. شكرا جزيلا لكما، من موسكو ألكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي السابق، ومن لندن الدكتور مصطفى البزر كان. شكرا لكما. أقر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بأن التقدم المحرز في الهجوم المضاد أبطأ من المطلوب، وأشار في تصريحات لبي بي سي أن الهجوم المضاد ليس سهلا، لأن روسيا نشرت ألغاما في 200,000 كيلو متر مربع. وأضاف أنه رغم ضغوط الغرب لتكثيف الهجوم إلا أن إدارته ستتم بالطريقة المثلى بحسب نظر كييف. وأكد زيلينسكي أنه أبلغ الأمين العام لحلف الناتو بأن تجاهل طلب كييف بالانضمام للحلف سيكون بمثابة زلزال تحت أقدام الشعب الأوكراني. آلاف الدبابات خسرتها روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا وحتى اليوم، وفق بيان لهيئة أركان الجيش الأوكراني. الرقم بالتحديد هو 4006 دبابات روسية بعد تدمير 9 دبابات خلال الساعات 24 الماضية،
مجلة نيوزويك نقلت عن خبراء قولهم إن الرقم الذي أعلنته أوكرانيا قد لا يكون بعيدا عن الحقيقة مع وجود هامش للخطأ، إلا أنهم أشاروا إلى أن وجود الأوكرانيين على الأرض يجعل أرقامهم أدق. خبراء أعادوا التذكير بمشهد صفوف الدبابات الروسية الطويلة على مدى كيلومترات قبل الحرب وبعد بدايتها، ما أعطى القوات الأوكرانية فرصة لإعداد كمائن للدبابات الروسية. روسيا وفق نيوزويك وخلال الفترة الأولى من الحرب خسرت أحدث دباباتها التي تم إقحامها في الحرب، وبالتالي خسرت أفضل أطقم قيادة وتشغيل الدبابات لديها، مع فقدان العديد من دباباتها المتقدمة ومقتل المشغلين الأكثر خبرة. دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف بعد عام من الحرب لأن تزيد روسيا من إنتاج مختلف الأسلحة بما في ذلك الدبابات. أيضا في وقت سابق من هذا الشهر اعترف الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا فقدت 54 دبابة خلال أقل من أسبوعين بعد أن شنت أوكرانيا هجومها المضاد. تحدثنا عن خسائر روسيا، لكن ماذا عن الطرف الآخر الآن؟ تكبدت أوكرانيا أيضا خسائر في الدبابات منذ بداية الحرب، إلا أنه من الصعب الحصول على صورة دقيقة لعدد الدبابات التي تم تدميرها في الجانب الأوكراني. تقديرات موقع أوريكس الهولندي لقياس خسائر الحروب أظهرت أن أوكرانيا فقدت بشكل مؤكد 539 دبابة منذ فبراير من العام الماضي. ومن بين الخسائر الأوكرانية هناك دبابات تم الاستيلاء عليها وصلت إلى 139 دبابة، منها 5 دبابات ليوبارد من طرازين مختلفين. في العربية 360 أيضا، عشرات الإصابات وخسائر كبيرة في قرية ترمس عيا الفلسطينية بعد هجمات جديدة للمستوطنين. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم. إذن عدة ساعات فقط تبقت أمام نفاد الأكسجين المتوفر للعالقين في غواصة تايتانا. حتى الآن لم يرصد سوى صوت أقرب للضوضاء في منطقة البحث، لكن التدقيق في وثائق الشركة المالكة للغواصة وصل لمفاجأة. قبل سنوات أثار أحد الخبراء في الشركة مخاوف من سلامة هذا النوع من الغواصات، فكان مصيره الطرد. قبل 5 أعوام كانت هذه المقدمة الزجاجية للغواصة تايتن مثار جدل. مدير العمليات السابق في أوشن جيت قال إن زجاج الغواصة يتحمل ضغط الماء لعمق 1300 متر وليس لعمق 4000 متر كما خططت الشركة. حينها طرد المدير من عمله بذريعة إفشاء أسرار. تحطم الزجاج وتسرب الماء واحد من سيناريوهات الكارثة المحتملة. العبارة التي نسمعها باستمرار هي فقدوا الاتصالات. هناك احتمال أنهم خارج النطاق وأنهم عادوا إلى السطح ولم يعد لديهم اتصال لاسلكي، لكن ذلك مستبعد لحد كبير. أعتقد أنهم قد يكونوا عالقين في قاع المحيط. ربما حدث هناك تشقق وتسربت المياه إلى المقصورة. لست متفائلا جدا بعودتهم. يحبس العالم أنفاسه في انتظار إشارة، وتحبس الغواصة أنفاسها حتى صباح الخميس في انتظار من ينقذ ركابها 5 إن كانوا أحياء. جهود دولية تسابق الزمن تبحث في أعماق شمال الأطلسي عن 5 أثرياء دفعوا نحو $1,000,000 من أجل نزهة على أطلال تايتانيك، فإذا بهم يواجهون نفس المصير.
عدد من السفن والطائرات تشارك في عملية البحث الموسعة عن الغواصة تايتان المفقودة في أعماق المحيط، وتجري فرق الإنقاذ مسحا بحريا شاملا في محاولة لتحديد مكان وجود هذه الغواصة. الولايات المتحدة وكندا أرسلتا 4 طائرات من طراز C-130 التي تستخدم لأغراض النقل والدعم اللوجستي، كما أنها تقوم حاليا بعمليات الرصد والاستطلاع برا وبحرا. كندا أرسلت أيضا طائرة من طراز P-8 بوسيدون التي تؤدي أيضا أدوارا مشابهة. أما بحرا فتوجد في الموقع سفينة كوبيت هوبسون الكندية رفقة عوامات سونار بإمكانها التقاط أي أصوات صادرة من أعماق تصل إلى 13,000 قدم. وتشير التوقعات إلى أن السفينة غليس باي ستصل يوم غد للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. أما السفينة التي ربما تكون الأهم فهي كاسحة الجليد البحثية الكندية بولر برينس التي ستتولى التقاط وسحب الغواصة تايتان حال العثور عليها. لكن من هم ركاب الغواصة المفقودة حتى الآن؟ نتعرف عليهم. بول أونري نارجولي مستكشف فرنسي، غواص سابق في البحرية الفرنسية، يلقب بالسيد تايتانيك لقضائه أطول وقت باستكشاف حطامها. شارك بأول رحلة استكشافية لزيارة حطام تايتانيك عام 1987، مدير أبحاث في شركة تمتلك حقوق حطام سفينة تايتانيك. أشرف على استعادة آلاف القطع الأثرية من تايتانيك. ستوكتون راش الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت التي تدير رحلات تايتانيك، مهندس متمرس صمم سابقا طائرة تجريبية. تقدم شركته رحلات إلى تايتانيك مقابل 250,000 دولار. في عام 2009 أسس الشركة لتقديم تجربة السفر في أعماق البحار، وفي عام 2021 تصدر عناوين الصحف العالمية عندما بدأ بتقديم رحلات لموقع حطام تايتانيك. عام 2022 دافع عن التكلفة الباهظة لتجربة زيارة حطام تايتانيك وقال إن سعرها أرخص من الذهاب للفضاء. موظف سابق في شركته حذره من مخاوف تتعلق بالسلامة فتعرض للطرد. معنا الآن من واشنطن بيير غانم مراسل العربية، أهلا بك بيير. أي جديد، أي معطيات حول هذه الغواصة المفقودة من السلطات المعنية الأمريكية؟ السلطات الأمريكية تحدثت قبل قليل وقالت أن هناك الكثير من المعدات العسكرية التي تتوجه إلى المنطقة حيث فقدت هذه الغواصة الصغيرة، وهذه المعدات هي أمريكية وكندية وفرنسية وغيرها. ولكن من الواضح من كلام المسؤولين الأمريكيين الذين يتحدثون عن هذا الموضوع أن الوقت أصبح ضيقا إلى حد كبير جدا، وليس هناك أي مؤشر حتى هذه اللحظة على أنه وجدوا مكان هذه الغواصة الصغيرة.
نعم بيير، هل هنالك من عوامل ربما تعرقل عمل هذه الفرق الأمريكية والكندية المتعددة الجنسيات؟ بحسب المسؤولين الأمريكيين، العامل الأكثر سوءا والذي يعمل ضد مصلحة عمليات البحث هو أن هذه المنطقة هي منطقة شاسعة من الناحية الجغرافية، وتكون بمساحة ولاية كونتيكت الأمريكية بحسب ما يقارنون للمشاهدين والمستمعين. يعتبرون أيضا أن هناك في بعض الأحيان مشاكل على وجه المحيط عندما ترتفع سرعة الرياح وتكثر الأمواج أيضا في هذه المنطقة. هناك أيضا بعض المؤشرات الإيجابية التي بدأت، مثل سماع بعض الأصوات التي تأتي من المياه في المحيط، وتم تفسيرها على أنها مؤشرات للضرب على جدار هذه الغواصة الصغيرة، ولكن حتى الآن لم يصلوا إلى أي نتيجة ولم يعرفوا مصدر هذه الأصوات بالضبط. وبانتظار 14 ساعة ونصف حتى نفاد الأكسجين من الغواصة، نكون معك ومع بقية مراسلين للتعرف على أي معطيات جديدة حول محاولات انتشالها أو إنقاذها إن كان لا يزال هناك أمل. شكرا جزيلا بيير غانم، مراسل العربية من واشنطن. شكرا. وإلى ملف العلاقات الأمريكية الصينية الآن. فبالأمس كانت واشنطن لا ترى داعيا للصدام مع بكين، واليوم يصف بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور، وصف استدعى بالتأكيد غضب الصين، ومن بعدها دخلت روسيا على الخط. فيما تحاول واشنطن وبكين رأب العلاقات المتصدعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن يخرج بتصريح ناري وصفته الصين بالاستفزاز السياسي العلني. بايدن بينما كان يتحدث خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي خصص جزءا من حديثه لانتقاد الصين ورئيسها، من جانب قلل المخاوف الاقتصادية بشأن العملاق الآسيوي، ومن جانب آخر ساوى نظيره الصيني شي جين بينغ بالزعماء الدكتاتوريين. لم يكن يعلم عنه شيئا عندما تم إسقاطه، شعر بإحراج شديد ونفى وجوده هناك. هذا هو الإحراج الكبير للدكتاتوريين عندما لا يعلمون ما الذي يحدث. حديث أثار استياء بكين التي سارعت بالرد. تصريحات الولايات المتحدة سخيفة للغاية وغير مسؤولة، تتعارض تماما مع الحقائق وتنتهك بشكل خطير البروتوكول الدبلوماسي. تصريحات الرئيس الأمريكي استغلتها روسيا الخصم اللدود لواشنطن، وسارعت للدخول على خط الأزمة مستغلة حدة التوتر بين البلدين، فربطت زيارة بلينكن الأخيرة وتصريحات رئيس بلاده. هذه إشارات متضاربة للغاية في السياسة الخارجية الأمريكية، وتدل على عدم القدرة على التنبؤ بها. أسبوع قد لا يبدو بأنه جيد للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، بدأ بفشل زيارة بلينكن في تحقيق أي تقدم للمحادثات العسكرية والقضايا الخلافية، وختم بتصريحات قد توسع الفجوة بين البلدين. روان حمزة، العربية. هذا الخلاف مع الصين يأتي بينما تستضيف واشنطن زعيم الجارة الهند، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في واشنطن، لكن مع توجهه غربا لا تستطيع بلاده أن تأخذ ذات الاتجاه مبتعدة عن روسيا، خاصة في مجال التسليح. الأسباب عديدة، نبدأ مع صاروخ براموس الهندي فرط الصوتي أكثر الأسلحة، أسلحة الترسانة الهندية تقديرا، تم تطويره بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي، بل إن اسمه اختصار للأحرف الأولى من نهر براهما بوترا في الهند ونهر موسكفا في روسيا. الصاروخ هذا كمثال يوضح أن اعتماد الهند طويل الأمد على روسيا في المعدات العسكرية والتقنية، وذلك يحد من قدرة يدلهي على الاصطفاف مع الغرب في الملف الأوكراني. فالمعدات الروسية مشاهدين تشكل حاليا نحو 85% من الترسانة الهندية، من طائرات مقاتلة وغواصات نووية وصواريخ كروز ودبابات قتال وبنادق. النسبة هذه تعني بقاء اعتماد الهند على روسيا في قطع الغيار والصيانة، خاصة وأن بعض الطائرات المقاتلة قد تبقى في الخدمة حتى عام 2065.
الاتحاد السوفيتي بدأ منذ ستينات القرن الماضي بتقديم تسهيلات للهند في بيع السلاح، منها السماح لها بالشراء بالروبي الهندي ودعم إنتاج الطاقة النووية في الهند منذ الثمانينات. في واشنطن يتطلع المسؤولون إلى تقليص الهيمنة الروسية على السوق العسكرية الهندية مع مناقشات لصفقات بيع 31 مسيرة مسلحة وإنتاج محركات طائرات مقاتلة في الهند. هنا نشير إلى أنه حتى العام الماضي كانت الإمدادات العسكرية الأمريكية تمثل 1% فقط من معدات الجيش الهندي و 4% لدى القوتين البحرية والجوية. طبعا محاولات الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها أدت لتضاؤل الواردات العسكرية الجديدة من روسيا إلى الهند بنحو 1/3 في السنوات 5 الماضية، وذلك وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. لكن هذه المحاولات حسب واشنطن بوست لن تنهي بسرعة علاقة استمرت 6 عقود، إذن كما أن التغيير لن يكون سهلا على أي قيادة هندية مهما اختلفت توجهاتها. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيودلهي سنجاي كومار الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد سنجاي. يعني إذن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجذب الهند نحو المعسكر الغربي، لكن الهند كما رأينا هي مرتبطة من حيث السلاح ومن حيث النفط مع روسيا، كيف يمكن فك هذا الارتباط وهو وارد أصلا؟ الجواب هو ليس بنعم أو لا. يصعب كسر هذه الروابط بين الهند وروسيا. طبعا الولايات المتحدة تسعى لإقناع الهند بخفض اعتمادها على الإمدادات العسكرية الروسية، فالولايات المتحدة تريد أن تقلل الهند اعتمادها على الأسلحة الروسية. هذا من أحد الأسباب التي جعلت الهند تولى لها الأهمية من خلال هذه الزيارة التي يقوم بها ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة. لكن الاعتماد على روسيا لا يقتصر فقط على الأسلحة، وإنما هناك اعتبارات جيوستراتيجية أيضا. فالهند لا يمكن أن تفكر بقطع روابطها مع روسيا مرة واحدة، لأن روسيا والصين متحالفان ولا يمكن للهند أن تواجه خصما صيني وخصما روسي أيضا. فالروابط متنوعة وهناك أسباب كثيرة تجعل الهند تبقى مرتبطة بروسيا، كما أنها ستطور هذه العلاقات مع روسيا مع سعيها لتعميق العلاقات مع الولايات المتحدة. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تنجح في إحداث مثل هذا التوازن الذي تتحدث عنه؟ ربما في لحظات تاريخية مفصلية قد لا ينفع مثل هذا التوازن عندما تريد أن تبقي على علاقاتها بروسيا والصين في نفس الوقت على علاقاتها بالولايات المتحدة. ولكن هذا هو الموقف الذي تتبناه الهند، والهند عليها أن توازن هذه العلاقات من الناحية الاستراتيجية، فلا يمكن لها أن تنحاز تماما إلى المعسكر الغربي وتسمح لجنوب شرق آسيا بأن يكون تحت نفوذ أطراف أخرى. إن الهند في موقع جيوسياسي مهم عليها أن تتصرف بناء عليه، وطبعا وبالتالي لا يمكن أن تقطع علاقاتها مع روسيا، لأنه لو حدث ذلك سيكون هناك تحالف بين روسيا والصين وباكستان ويتم عزل الهند ومع الحصول على دعم غربي. لا أعتقد أن هذا سوف يكون موقفا مريحا للهند أن تعيش هذه العقوبة
عزلة في منطقتها، لأن الهند عليها أن توازن علاقاتها مع روسيا، لأنها لديها مصلحة أو تزعم أن لديها مصلحة في أفغانستان أيضا، وهي ترغب أيضا في تحقيق نوع من الاستقرار في شبه الجزيرة الهندية مع روسيا والصين وباكستان في معسكر دون أن يكون هناك أي حليف للهند في هذه المنطقة. هذا لا يريح الهند، ويمكن للهند أن تنحاز تماما إلى الغرب وتعول فقط على الولايات المتحدة. هنا تكمن المشكلة. وفي الهند أيضا هناك أشخاص يقولون إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند في الوقت الراهن هي غير متسقة، فالهند لا يمكن أن تستجيب لكافة رغبات الولايات المتحدة الأمريكية، والهند ينبغي أن يكون لديها توقعات واقعية وتعرف كيف يمكن أن تتعامل مع المعسكر الذي تقوده الولايات المتحدة. هذا هو المأزق الاستراتيجي الذي تواجهه الهند. نعم، شكرا جزيلا لك سانجاي كومار الكاتب الصحفي من نيودلهي، تحياتي إليك. شكرا. أفاد مراسل العربية بارتفاع عدد الجرحى في الانفجار الذي وقع في باريس إلى 24، بينها حالات حرجة، بينما اعتبر 2 اعتبر في عدد المفقودين. وكان شهود عيان أكدوا بأنهم شعروا برائحة الغاز في الجو قبل دقائق من الانفجار الذي وقع في الدائرة 5، والذي يرجح أن يكون وقع في أحد خطوط الغاز. وقالت الشرطة إن واجهة مبنى في المنطقة انهارت بالكامل بعد الانفجار. تستضيف باريس يومي الخميس والجمعة قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد لمناقشة مواضيع عدة، منها المناخ وإعادة هيكلة الديون والحد من الفقر. التفاصيل في التقرير التالي. تستضيف فرنسا قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة باريس بحضور رؤساء دول ووزراء مالية ومنظمات دولية من جميع أنحاء العالم، وتستقطب القمة ما يقرب من 50 رئيس دولة وحكومة كألمانيا والبرازيل والسنغال، وممثلين لأكثر من 100 دولة بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وتهدف القمة الجديدة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة المناخ COP27 تهدف إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، إلى جانب تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية. القمة العالمية الجديدة أصبحت ضرورة خاصة بعد تجاوز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية العام الماضي 300 مليار دولار، وبلوغ نسبة الانخفاض في الحياة البرية نحو 70% بين عامي 1970 و2018، إضافة إلى زيادة نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بنحو 11% بسبب جائحة كورونا. كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات. ومن المتوقع أن يقام 40 حدثاً موازياً، حيث ستوفر القمة الفرصة لدراسة التفاعلات بين إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وتمويل المناخ والحلول المتعلقة بالديون. محمد زهير، العربية. معنا من باريس حسين قنيبر مدير مكتب العربية في فرنسا، أهلا بك معنا حسين. إذا ما تحدثنا عن الرؤية الفرنسية لهذه القمة، ما مستهدفات باريس وما العقبات التي تخشى باريس من أن تحول دون تحقيقها؟ يا
مساء الخير. في الواقع فرنسا تعتبر أن الهدف من هذه القمة هو تعزيز التعاون بين المشاركين فيها وحتى الذين لن يستطيعوا الحضور، تعزيز التعاون بين الدول القادرة اقتصاديا من أجل تعزيز مستوى مكافحة الفقر ومن أجل مواجهة التحديات المناخية وقيادة الانتقال البيئي والتنوع البيولوجي. هذا ما تريده فرنسا من القمة. أما ما تريده الدول الإفريقية طاهر وعددها كبير سيكون غدا وبعد غد، فهو أن يصار إلى الاهتمام غربيا وأوروبيا بمشكلات الدول الإفريقية التي تعاني من الفقر والحروب والمجاعات والأمراض، ولا تحظى بالنزر اليسير من الاهتمام الذي تحظى به أوكرانيا. بحسب تعبير مسؤولين في دول إفريقية، اعتبروا أن الدول الغربية أوروبية وأمريكية تغدق الأموال والسلاح على أوكرانيا مبالغ طائلة فيما لا تنظر إلى معاناة الدول الإفريقية. في الواقع المشاركون في القمة غدا سيبلغ عددهم حوالي 50 رئيس دولة وحكومة وعدد كبير من الوزراء، خصوصا وزراء المالية كما ورد في تقريركم الذي بث للتو. سيحضر ممثلون عن المجتمع المدني أيضا. من بين الحضور البارز عربيا سيكون هناك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أوروبيا الأبرز حضور المستشار الألماني، وسيكون هناك عدد كبير من قادة الدول الإفريقية. ولي العهد السعودي قال مصدر رئاسي فرنسي إن حضور الأمير محمد بن سلمان غدا وبعد غد سيكون مهما جدا، لأن السعودية نظرا إلى قدراتها الاستثنائية يترتب عليها دور كبير ومسؤولية كبيرة في تخفيف التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا على الدول الهشة اقتصاديا. المصدر الرئاسي الفرنسي قال إن موضوع أوكرانيا سيناقش خلال القمة أيضا، رغم أن الطابع الرئيسي للقمة طابع مالي، لكن المسؤولين الفرنسيين سيطلبون من السعودية لعب دور مع روسيا تحديدا وعلى مستوى قمة العشرين الاقتصادية والسعودية عضو فيها، من أجل دفع موسكو نحو القبول بمحادثات تنهي الحرب في أوكرانيا. وهذا لنا جميعا مصلحة فيه في فرنسا وعلى مستوى أوروبا والعالم بما فيه الشرق الأوسط. وهنا يأتي دور السعودية التي سنطلب منها إدراك مدى التأثير الكبير لعدم إنهاء مخرج سريع للحرب في أوكرانيا. طاهر وراوية، شكرا جزيلا لك حسين قنيبر على كل هذه المعلومات، مدير مكتب العربية في فرنسا. شكرا حسين. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 3 أشخاص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنين. وكان الجيش الإسرائيلي قال إن استهداف السيارة كان خلال بداخلها خلية فلسطينية مسلحة في جنين في الضفة الغربية. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن ذلك هو القصف الجوي الأول الذي يستهدف فلسطينيين في الضفة منذ عام 2005. هذا وهجم مستوطنون بلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله ودمروا ممتلكات للفلسطينيين بحماية القوات الإسرائيلية. وقال رئيس بلدية ترمس عيا إن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة، ما خلف إصابات بالاختناقات، فضلا عن إحراق 40 منزلا وأكثر من 60 مركبة. أحرق السيارات في ترمس عيا يا شباب. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تخطط لبناء 1000 منزل جديد في مستوطنة إلي، وذلك في الضفة الغربية تحديدا، ردا على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وقال البيان إن نتنياهو ووزير المالية اتفقا على المضي قدما على الفور في التخطيط. اتهمت الأمم المتحدة حركة طالبان بعدم الرغبة في كبح خطر الإرهاب، وذلك بعد تقرير جديد لمجلس الأمن أفاد بأن تنظيم داعش يتوسع في أفغانستان بعدد مقاتلين يقترب من 6000 مقاتل، كما أن تنظيم القاعدة يعيد بناء معسكرات تدريب بهدوء في هذا البلد.
وأن طالبان متحالفة مع تنظيم القاعدة وأفسحت له المجال للعمل بحرية وتقوم بحماية قادة التنظيم. التقرير أشار إلى أن داعش خراسان هي أخطر تهديد إرهابي حالي يعمل في أفغانستان. السناتور الجمهوري المعروف لينزي جراهام علق على هذا التقرير مشددا على أن السماح لداعش خراسان بالعمل في أفغانستان يمس مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. وفي العربية 360 أيضا، ماذا لو كان برج إيفل أكبر توربين رياح في العالم؟ أهلا بكم من جديد. أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة ستستخدم التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة ودعمها خلال موسم الحج. احنا نسعى أنه أيضا حجنا يكون حجنا في كل سنة الحج مطور، وسوف نستخدم التقنيات الحديثة إما لتحسين توفير الطاقة بشكل شامل أو تخفيف الانبعاثات في المناطق خصوصا الضيقة، أو حتى تعزيز مفهوم السلامة واستدامة واستقرار الإمدادات. تفقد وزير الداخلية السعودي ورئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. جاء ذلك خلال حضوره الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج. من جهته أكد الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام جاهزية قوات الأمن لأداء مهامها للمحافظة على أمن الحجاج هذا العام. وبإذن الله احنا جاهزين لخدمة ضيوف الرحمن، جاهزين لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية وحفظ النظام وأيضا إدارة الحشود وإدارة المخاطر، وبإذن الله رجال الأمن جاهزين في كل موقف. فيما يتعلق بالمخالفين، كيف مستوى المخالفين حتى الآن؟ حج بدون تصريح، وأيضا هيطبق النظام على كل متجاوز. هذا وخصصت روسيا 7 أماكن من حصص المسلمين الروس الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام لصالح مسلمي دونيتسك. رائد الأخبار ومعه التفاصيل. تزامناً مع ارتفاع وتيرة الأعمال العسكرية في مقاطعة دونيتسك، يستعد المسلمون من أبناء الجالية التترية للسفر لأداء فريضة الحج بعد حصولهم على حصة لأداء المناسك. سررت جدا عندما عرفت أنني وزوجتي في قائمة الحجاج لهذا العام، ما يعتبر حدثا كبيرا بالنسبة لنا. الحمد والشكر لله العظيم أننا سنكون في الأراضي المقدسة وسنؤدي الركن 5 من أركان الإسلام. وتشير الإدارة الدينية لمسلمي الإقليم أن مجلس الإفتاء الروسي خصص لهم هذا العام 7 حصص، وعبر الحاصلون على هذه المنح عن سعادتهم لاختيارهم لأداء الفريضة، وذلك باحتفال جمعهم وذويهم في أحد مساجد المنطقة. الإدارة الدينية في روسيا خصصت 7 مقاعد لمسلمي دونباس من دونيتسك، وهم الآن قد اجتمعوا مع من قام بأداء هذه الفريضة العام الماضي. سعادتي لا توصف بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، لا يمكنني وصف شعوري. وشهد موسم الحج الماضي حفاوة في استقبال الحجاج العائدين من السعودية وسط سعي حثيث من قبل الجالية المسلمة في القطاع من أجل الحفاظ على قنوات التواصل مع العالم الإسلامي. المسلمون في مقاطعة دونيتسك وكعادتهم في كل عام يقيمون مأدبة طعام احتفالا بحصول بعض أبناء جاليتهم على منحة الحج لهذا العام. لقناة العربية رائد الأغبر دونيتسك. في تصريح اليوم في العربية 360، الصين صاحبة النصيب الأكبر من الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة بين الدول الناشئة والنامية.
هذا التصريح لوكالة الطاقة التي أوضحت أن نصيب بكين من مبلغ 770 مليار دولار تصرف سنوياً على الطاقة النظيفة هو 511 مليار دولار. هذا إذن ليس سوى دليل آخر على أن هدف الصين واضح كي تتربع على عرش الاقتصاد العالمي، ليس فقط بامتلاك أدوات الحاضر وإنما أدوات المستقبل. تماماً، وفيديو اليوم من باريس فعشية قمة دولية لمناقشة ميثاق مالي عالمي جديد، كما ناقشنا مع حسين قنيبر الليلة، كان نشطاء المناخ حاضرين لتنبيه قادة العالم مجدداً. وعلى بساطتها كانت فكرتهم معبرة، فقد حولوا برج إيفل الشهير إلى توربين رياح عملاق، والرسالة المختصرة: هذا هو الاستثمار الحقيقي في مورد مضمون للطاقة ونظيف للكوكب المجهد. صورة اليوم من بومباي الهندية في الاحتفال باليوم العالمي لليوغا، ودون أن يقصدنا رسمنا لوحة فنية مبهرة في شوارع المدينة العتيقة. فعلا لوحة ربما لو حاول رسام بارع أن يتخيلها لما نجح. شكراً لمتابعتكم العربية 360. انتقل إلى الزميل صهيب وأخبار الساعة. مساء الخير صهيب. إليك صهيب، ماذا لديك؟ مساء الخير روية وطاهر. لدينا إذن في البداية معطيات جديدة حول الغواصة المفقودة تايتان، مدة يعني بقاء الطاقم أو من هم داخل الغواصة بدون أكسجين بدأت تنقص، وسنتابع جديد ما وصلت إليه فرق الإنقاذ، وكذلك جديد حصيلة الانفجار الذي وقع في باريس اليوم. إليك معك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.